ابتسم للناس وارسم بنام الوجه الحياة، انسى همك دام ربك يسمع كلام داعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء وله نهاية دامك اللي بهديه. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني. أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية، فين ما كنتوا فين ما توجدتوا، السلام عليكم، مرحبا بكم في رحلة أخرى وحلقة جديدة غتجمعنا بكم دائما في إطار رحلات وحلقات برنامجكم برنامج ولا تيأسوا من المملكة المغربية، الذي من خلاله نقوم باستعراض حالة الشفاء التي ترد على مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية وتستعمل جرعات المكملات الغذائية، وأكيد ولله الحمد أنها تقف أمام كاميرا قناتكم قناة الحقيقة الفضائية من أجل سرد رحلة المعاناة مع المرض وأيضا طريق الشفاء الذي تصل إليه كما قلت من بعد ما تلتجئ إلى مكملات الغذائية التي تنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. أكيد أننا اللحظة أعزائنا المشاهدين في نواحي مدينة سيدي قاسم، أعزائنا المشاهدين بعد لحظات إن شاء الله غنطلقوا مع حالة السيدة بالهاشمي فاطمة الزهراء اللي عانات لمدة طويلة مع مشكل المس والسعر، هذا المشكل اللي خلف لها عديد المضاعفات النفسية والعضوية اللي خلاها يعني للأسف أنها تعيش واحد العزلة واحد كآبة وهاد الأحاسيس اللي كانت أنها يعني خلاتها تنفر من المحيط ديالها وتبقى يعني وحيدة، ولكن ولله الحمد من بعد ما طرقات عديد الأبواب ما تأتش لها الشفاء، ولكن طرقات كما قلت باب مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية، استعملت جرعات المكملات الغذائية، يلحظ بصحة جيدة، وأكيد أنها ستحكي لكم وستروي لكم تفاصيل المرض إضافة أيضا لطريق الشفاء الذي وصلت إليه ولله الحمد من بعد ما التجأت لمجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية واستعملت جرعات المكملات الغذائية. كل هذه التفاصيل ستتعرفون عليها خلال حلقة اليوم فتابعونا. السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء بالهاشمي من دوار الشعب الجامعة ديال سيدي أحمد بن عيسى إقليم سيدي قاسم. نعاود لكم على القصة المرض ديالي. أنا كنت مريضة وما عرفتش شنو هو المرض ديالي، كنت دائما كنت مريضة وانا ما حاسش، والنهار اللي جاتني الدقة مرت وتحطمت بزاف ومشيت للطبيب، وباش مشيت الطبيب ما فهم حتى شي حاجة، ملي ما فهم حتى شي حاجة خرج لي الفيتامينات صافي ما داروا حتى شي حاجة، ساليتهم نهار على نهار الحالة ماشي هي هذيك، وداكشي اللي كندير ماشي طبيعي، وزعما كيفاش كنتصرف وكيفاش كنتعامل ولا كيفاش عا كنهضر ماشي هي هادي، كل حاله اللي كندير ونتعزل ما نبقاش بوحدي ما كنتش طبيعيه. واخا عاوتاني من بعد داك الطبيب مشيت طبيب اخر حتى هو كاع التدويزات اللي كندير ما كيقشع حتى شي حاجه، ما كيشوف والو، من بعد ما كيبان له والو ثاني كيخرج لي الدواء، ثاني الدواء ما كيجيش معايا، الدواء كيزيد يمرضني. من بعد عاوتاني قلت شنو غندير، يمكن انا يجاني مرض نفساني، مشيت طبيب نفساني باش نبداو مع الطبيب النفساني كنديروا فحص. ملي درنا الفحص الطبيب ما فهم حتى شي حاجه، بدينا العلاج النفسي، الدواء ديال الطبيب النفساني يلا بديت كنشربو هو صافي بدا كيغيبني، ما قديتش على الدواء ديال الطبيب النفساني، الطبيب النفساني ما حملتوش ما جاش معايا، صافي حبست الدواء وما بقيتش كنمشي لعندو. عاوتاني بقيت واحد المده مشيت للطبيب واحد اخر في وزان، ما جاش معايا الدواء ديالو حتى انا غيبني. واحد النهار الحاله اللي كندير ماشي طبيعيه، ماشي الناس اللي عاديه، يعني واحد النهار ندير الرقيه الشرعيه ونكتشف باللي انا عندي المس. من بعد بديت كنشرب الماء ديال الرقيه وانا نبدا كنرد. واحد النهار وانا كنت عارفه القناه الحقيقه حيت ديما كنتفرج فيها وكنشوف الناس، واحد النهار وانا مشيت للسله وانا نشري الدواء ديال الناس ديال الهاشمي، ودوزت 10 ايام، دازت لي 10 ايام وانا كنشرب الدواء ومردي ما خلانيش طبيعيه، ما خلاني كنقدر لا نتمشى لا نوض لا حتى شي حاجه، ضرني ولكن كنت عارفه مزيان خصو يضرني باش نعرفوا النتيجه. من بعد من وصلت 10 ايام وانا نبدا كنرد في اي بلاصه كنرد، الدواء تبعته بحال اللي هو، وشفت داكشي اللي كاينه في الورقه،
وما ضيعتش، ما كانش خصني نقول لا هذا متسليهنيش، اللي مع الفطور مع الفطور، اللي مع الغداء مع الغداء. وتبعت الدواء ديالي من دازت 10 ايام انا نبدا كنرد، ما بديتش كنرد هذاك الشيء، انا نبدا نتنفس حيت انا كنت مخنوقه مجيفه ما كنقدرش نتنفس داك الشيء. وباش ما نمشي للطبيب نقول له انا شنو عندي هنايا ولا هنايا ولا انا كنت كيسحب لي المعده ولا مخنوقه ولا عندي شي كوار، ممكن كيقلب لي الطبيب ما كيلقى حتى شي حاجه. ملي رديت عرفت شو داكشي ديال داكشي ديال المس التوكال. المهم ملي رديت مع الدواء ديال المس ديال الهاشمي وانا نتنفس، انا ما كنتش كنحس انا يا داكشي المرض ما بدانيش دغيا جاني بدقه، بالعكس انا كنت كيجي انا يا مع الشخصيه ديالي انا يا نشيطه. ولكن بعد شي يمكن هذه 4 سنين شي 3 سنين بديت كنرجع الحاله ماشي هي هذيك، ولكن ما كنتش حاسه شويه كنرجع منقلبات المزاج، كنكون فرحانه شويه كنرجع منقلبات المزاج، واخا كنكون فرحانه ما كيخلينيش داك الحال ديالي نبقى فرحانه. صافي كنتبدل كنولي وحده اخرى، كنولي وحده اخرى فيها القوه، كنولي مزياناش زعما نتصرف ولا ما كنبقاش هي هذيك. مثلا كنتخنق بحال كنجيف بحال شي واحد شادني، كنخاف نكون غادا ولا جالسه في الدار ولا نمشي نعس ما كنقدرش، داكشي خطير كان كيخوفني، داكشي واعر بزاف، كنت كننعس كنوض كنلقى داكشي ما كي خطير كيخلعني، كنت هيزز كنت تحرق داكشي خواف كيخوف. هو داكشي المس ملي كنوض كنلقى راسي كنتالم انا محروقه، ولكن حتى شي واحد ما كيشوفني وانا اللي كنشوف راسي، هادشي كيخوفني ماشي كي كنت انايا بحالي عايشه في شي بلاصه مخفيه ما كيشوفها حتى شي واحد، واخا انا عايشه مع الناس وانا ولكن راه ما عايشاش معاهم. وما بقيتش كنقدر ناكل وما كنتنفس ما وانا نضعف بزاف، اللون ديالي ولا ما بقاش هو هذاك. المهم من شريت الدواء ديال الناس ديال الهاشمي وليت مزيانه، وليت كنتنفس وكنقدر ناكل وليت نشيطه، وليت كنخرج وكنمشي لعند الناس. وحيت انا من جاني المرض ما بقيتش كنحمل نجلس مع الناس والناس ولا ما كيعجبنيش نجلس معاهم، ملي نجلس معاهم ما يعجبونيش، يجيوني وحدين اخرين يقلقوني ويعصبوني وحتى شي حاجه ما تعجبني فيهم، وما كنتيقش زعما نتيق صافي، وما بقيتش نحملهم كاع الناس اي واحد. وملي كنكون عايشه بوحديتي هي راه ماشي هي هذيك، باش نبعد باش نبقى بوحديتي باش نبقى كنتعذب. في الحقيقه كانوا كيصبروا ولكن بزاف، دابا تقريبا عام وانا مريضه وشنو يديروا كيصبروا وصافي. ولكن كنت انا شحال من دائما كنت كنتفرج في القناه ديال الحقيقه وكنشوف الناس كيتشافوا، وانا كنت ثقه فيها حيت الناس كانوا بزاف كيتشافوا وبزاف ديال الناس كيدوزوا، زعما هادشي ماشي كله غيكون كذوب ميمكنش. وملي جربت الرقيه ورديت وداك الشيء كاع ما بغا يتقطع ما بغاش يتقطع، وملي نمشي نرد ضروري ماشي ساهل، ملي نرد بزاف صافي نطيح كوما خصني صافي نمرض مرضه كبيره، داك الشيء ما بغاش يتقطع. فيما ندير الرقيه ونشرب الماء المد الرقيه صافي خصني ضروري نمرض، ما نقدرش حيت داك الشيء اللي كنرد كيجيني خطير ما كنقدرش نبقى. ولكن لا خليته في كرشي وما رديتش وبقيت عايشه هي رانا غنبقى، ولكن ما نقدر لا ناكل لا نهضر مع الناس لا والو، نبقى معزوله وعايشه في الخوف ومعزوله ما كنهضرش مع الناس وبوحدي ودائما ماشي معصبه. ملي كنتعصب في الحقيقه ولكن داكشي اللي مخفي كيخليني نتعصب على الحقيقه، وداكشي اللي خايب خصني عاد نفرح فيه. انا ما عرفتش منين جا وما بغي نظلم حتى شي حد، المهم انا المهم الحمد لله انا تشافيت حيت بعد الظن يتم، وانا ما بغيتش دابا وليت بخير وخا وليت بخير باقا نشري الدواء ديال الناس ديال الهاشمي. دابا تشافيت الحمد لله وكنت نفس مزيان،
المهم هو كامل، هو كنت نفس مزيان زعما، راه كنت نفس وكنقدر ناكل ونقدر نجلس ونعيش مرتاحه زعما، واخا غير في الجلسه ماشي جالسه وانا مخنوقه وانا هي كنجيب. الناس اللي كيشوفوني بغيت نقول لهم تيقوا في القناه الحقيقه وتيقوا في الدواء ديال الهشيمي، حيت هادشي ديال بصح، والناس كيتشافوا ديال بصح، حيت انا الدواء ديالهم ملي شربته ملي دازت 10 ايام صافي انا رديت داكشي بزاف، وملي رديت وليت لاباس. الناس خصهم يتيقوا، وانا كنشكر الناس الناس اللي كيخدموا في مراكز كاملين، حيت مزيان ويتعاونوا مع الناس مزيان ويتصرفوا مزيان وكلهم مزيان، كنشكرهم بزاف، وكنشكر محمد الهاشمي والقناة حتى هي، حيت هي السبب. همك دام ربك يسمع كلام الدعي، ما يدوم الحال مهما طال يا بنادم مدى، كل شيء وله نهاية دامك اللي بهبدي.